نذهب إلى خبر آخر واهتمام الصحف أيضاً بانطلاق حوار الأزهر والفاتيكان. من على مصر اليوم انطلقت فعاليات اللجنة المشتركة للحوار ما بين مركز الحوار بالأزهر والمجلس البابوي لحوار الأديان بالفاتيكان بمقر مشيخة الأزهر تحت عنوان دور الأزهر والفاتيكان في مواجهة ظواهر التعصب والتطرف والعنف. افتتح الدكتور عباس شومان وكيل مشيخة الأزهر جلسات الحوار اللي أكد فيها أنه الإسلام لا يعترف بما يسمى بالإسلام السياسي، وبيقول أنه هذا يسمي المسلمين بأمة الإسلام وأنهم المسلمين فقط. أوضح أيضا أن انتشار الفكر المتطرف في السياسة والثقافة هما مناخ خصب للإرهاب اللي بيواجه العالم اليوم. أما من جانبه الكاردينال جون لويس توران فهو رئيس المجلس البابوي لحوار الأديان أكد على العلاقات الطيبة بين الأزهر والفاتيكان موضحا أن الأديان جميعها تدعو للسلام والأمان.